السلام عليكم بنات، السلام عليكم ميمات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، نتمنىكم يا ربي تكونوا بصحة جيدة. كنتو باغي تفرجوا في هذا الفيديو هذا. دنيا فين غبرتي، دنيا فينك؟ ما شاء الله الاتصالات، البنات اللي كتصلوا بيا كنقول لكم الله يكبر بيكم، الله يفرحكم يا ربي دنيا واخره. والله العظيم وامنوا بالله البنات، الا ما بقيتش كنحس براسي وحدانيه الحمد لله. علاش؟ ما شاء الله شحال ديال الناس باغين يجيو عندي، شحال ديال الناس كيقول لي فين كتسكني، بغينا نجيو نبركو معاك شويه، شحال ديال الناس كيتصلوا بيا، شحال ملي كنكون البنات خارجه برا. واخا دخلت معاكم في الموضوع هكا بزربه، دنيا فين غبرتي هاد اليومين هادي؟ علاش ما حطيتيش فيديو؟ علاش هذا؟ الناس اللي قرابين ليا راه عارفه اختكم دنيا ماشي تالهي، الحمد لله يا ربي على كل حال. و هذه هي الحياه البنات، ما يمكنش غتكوني حياتك كلها مزيانه، وما يمكنش غتكوني حياتك كلها كتبكي وكلك مقلقه. ف هكا وهكا المهم الاول والثاني بغيت نقول لكم شكرا بزاف. والله الا عرفتي بعض المرات هاد الناس كنقول اخر واحد نسولو فيه مش تبعي، كنقول الله يحسن عاونتهم مع مشاكلهم مع حياتهم مع وليداتهم، وكنلقاهم اول وحدين كيسولو فيا واول وحدين كيحسوا بالغيبه ديالي الا غبرت، واول وحدين كيحسوا من عينيا كيشوفوني كيقول لي دنيا مالك، اولا درت شي لايف كيقول لي دنيا مالك خلعتينا. صافي ولاو جزء مني وانا جزء منهم، راه كنقولها لكم ديما وليتو جزء مني وجزء منكم. الحمد لله هاد اليوم هادي المهم الحمد لله كاين شي حوايج البنات ما كيتقالوش هكا في اليوتيوب، حيت فعلا كنت كنقولها لكم ونعاود نقولها لكم. كتكوني كتقولي واحد الكلمه بحسنية وكاين اللي كيدي كيوصل الهضره، وهذا الشيء انا ما كيعجبنيش وماشي من تربيتي وما كنعرفش ليه، الله يهدي ما خلق. المهم كنت خارجه اليوم البنات عندي ما يتقضى، عندي واحد الاشغال كنقضيهم، كان المهم ما حدد العطله كنقول نستغل الامر نمشي هكا نمشي هكا. علاش ما حد بنتي معايا؟ حيت الفوا غتدخل بنتي للمدرسه ما كاينش اللي غيشدها ليا، خاصك تديها وتجيبيها من المدرسه، خاصك توجدي لها غداتها، خاصك ما تغيبيش ليها، خصوصا البنات ما خصنيش نغيب ليها. فهاد الشيء علاش كنحاول دابا كنحاول نستغل الفرصه. هذا ما كان، وكما قلتوا لي بزاف كيقولوا دنيا مابقاش يدير التعاليق الخايبه، الله يجازيكم بالخير، والله ما نكذب عليكم ما كنديش على التعاليق، فقط بحال اللي كنعاود لكم راه هادي قالت. انا ما كنقولش لكم راه ضراتني في قلبي ولا، والله ما كيضرني شي تعليق، والله ما كيضروني، راه كيضروا راسهم كيديو الذنوب غير هما، وربي اللي شاهد انهم كيديو الذنوب غير هما. وعرفتي ملي كيكون الانسان كياكل لك في لحمك راه مزيانه لك، راه كيحيد لك الذنوب وكيعطيك الحسنات ديالو كياخذ الذنوب ديالك، ينقص عندنا شويه ديال الذنوب. واخا الحمد لله ما كان ادي وحد غاديين في جنب في وسط الحيط باغيين نعيشوا بداك الشيء اللي قسم الله. هذا ما كان. المهم كنت خارجه جاني واحد الاتصال اللي زعما راكم شوفوا حتى صوتي غيبان لكم مريضه، جاني واحد الاتصال فرحني. متتبعه انا نشرح لكم متتبعه، ومهم واحد المتتبع حتى هو مع الزوجه ديالو، المهم متتبع مع الزوجه ديالو قالوا لي دنيا فينك. المهم غتفهموا متتبعه وراجلها بوحدو هذوك، متتبعه صيفطت راجلها اتصل بيا وعاوتاني متتبعه قالت لي فين كنت انا جايه عندك، ثم انا خارجه ما كايناش في الدار. عرفتي سبحان الله اين فوا كنخرج البنات كيجيو عندي متتبعين كيسولوا ما كيلقاونيش، قلت لهم انا فين كاينه فين كاينه، قال لي واجي دابا. المتتبعات المهم جاو عندي حطوا لي الامانه. المهم واحد الحاجه غنبارطاجيها معكم، سبحان الله كيقول لك ملي كيجي الخير كيجي في خطره، كنحمد الله وكنشكره الحمد لله يا ربي هذا رزيق من عند الله، الحمد لله ما كنسعى ما كنطلب ما كنقول لكم راه خصني ما ناكل، الحمد لله هذا رزقي والرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهديه. وما يمكنش يجي عندك واحد الرزق وتقولي ليه لا ديه لواحد اخر، بالعكس اي حاجه كتجيني كنقول مرحبا الف مرحبا، ما نكذبش عليكم. علاش غادي واحد الرزق جابوا لي الله وغادي نجري عليه راه غادي ياخذ واحد اخر؟ لا هما فيا انايا، راه واحد داك الرزيق اللي غادي تجري عليه تقولي ما بغيتوش لا، وانت محتاجه ليك ولا كنتي محتاجه لي راه واحد اخر غادي ياخذو، علاش داك الرزيق ما يكونش فيك انت نيت كاع؟ علاش لا؟ فالمهم غادي نبارطاجي معكم اش كاين. انا سبحان الله كيعجبوني هاد الفيديوهات نبارطاجي معكم شي حاجه وصلتني، سواء حوايج سواء اي حاجه كيعجبني نبارطاجيها معكم. توحشكم قلت لكم نهضر معكم شويه وصافي اختي، راني مكبطه البنات راه كاين البرد بزاف بزاف، مكبطه لابسه هاد البيجامه هادي ها هي هاد البيجامه البنات وبارده، فكنت عاد البلوار هذا هذا كاين بسروال ولكن مابقيتش كنلبس البنات سروال مع قصير، وليت كنلبس البنات هادي كندير على البيجامه كتجيني مستوره هي هاديك صافي. وكنت غندير لكم فيديو اخر مغاير لهذا، ولكن حتى هذا الفيديو كنبارطاجيه معكم، نبارطاجي معكم الفرحه ديالي
المهم هانتوما غتفهموا ان شاء الله كلشي، انا ندور لكم الكاميرا وغتفهموا ان شاء الله كلشي. وان شاء الله صحباتي الفيديوهات اللي غايجيو ان شاء الله نهار القدام غادي يكونوا ان شاء الله زوينين. انا كنطلب ربي يسر لي الامور ديالي يا سيدي ربي. وتانتوما البنات غادي نناشدكم كاملين الله يجازيكم بالخير غير الدعم للقناه، حيت دابا انا ما كنتش كنبغي نقولها ولكن البنات كيدخلوا عند الواتساب كيقولوا دنيا قولي للبنات يدعموك، قولي لهم راكم محتاجه ليهم. البنات انا محتاجه ليكم، محتاجه للدعم ديالكم. انا ماشي محتاجه لكم غير واحد الفتره، محتاجه لكم دابا واحد الوقت طويل، لان عندي واحد المسيره خصني نتبعها وخصني نخدم ان شاء الله باش اليوتيوب غيفتح ليا بزاف د البيبان. بحال ان شاء الله بقى ندير الاشهارات وغادي نحط لكم حتى الرقم ديالي هنايا. هادي البنات قالوا هي غنحط لكم الرقم ديالي هنا اللي بغات شي اشهار، علاش لا نخدم على راسي البنات، لان تابعاني مسؤوليه كبيره. اللي بغات هكا الاشهار، اللي عندها شي محل ديال شي حاجه غادي ندير ان شاء الله البنات نبقى ندير اشهارات، والثمن غادي يكون رمزي ان شاء الله يا سيدي ربي باش نقدر البنات نعاون راسي بزاف ديال الحوايج. البنات خصني نخدم، انا بغيت نخدم على بنتي. غنحط لكم هذا الرقم ديالي هنايا اللي بغات تواصل معايا هكا الاشهارات شي حاجه تواصل معايا تقول لي النوع ديال الاشهار ولا شي حاجه، ومرحبا والف مرحبا. ولهنا يحاشمني معاكم يا سيدي يا ربي، ونقلب لكم الكاميرا ان شاء الله باش تفهموا. من الرقبه نحط لكم من الاول حتى الاخر، ومهم اللي بغات شي اشاره نحط لكم رقم في اول تعليق نثبتوا لكم مثبت وصافي هذا ما كان. المهم باش بغيت نبارطاجي معكم بعدا هنايا شنو كاين هنا البنات واحد القضيه. المهم جوج متتبعين سبحان الله، راه كيقول لك ملي كيجي الخير كيجي في خطا، هذه الكلمه راه ما جاتش وتقالت من فراغ. والله ما نكذب عليكم اصحاباتي، الى هذا الشيء ما كنت ناويه، ما كنت عالمه به، ما كنت كنتسناه. انا خارجه نقضي غراضي، ما مسالياش كاع عندي شي حوايج كنقضيهم، واليوم كنت سبحان الله نصور فيديو كاع. المهم حيت المهم راكم فاهمين كلشي وراكم كتحسوا بيا وعارفيني ياكو. وسبحان الله هذه البنت على المتتبعه بوحدها، وهذا الدقيق وهذا من عند المتتبع مع مراته. المهم جا واحد مراته ما مسالياش. المهم نبارطاجي معكم ان شاء الله كلشي هذا. وسبحان الله والله تيقول لي شوفي احنا راه خوتك، حنا راه ماشي زعما نقول لك هضره اليوم وغدا نوليو هضره. الله يكبر بكم، شكرا لكم بزاف بزاف. انا عارفه المتتبعات ديالي ما فيهم زعما غير الهضره ولا غير نقول الكلمه وهذا، شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. الله يكبر بكم والله يعطيكم الجوف خاطركم. الحمد لله الناس عارفينني، الناس اللي معاشريني هذه سنين، هذه دابا انا خصني نقول لكم دابا سنين. علاش نقول لكم سنين؟ حيت نتوما معاشريني هذه سنين. الحمد لله الناس كيعرفوني، عرفتي لواحد الدرجه باش انني متتبعه. قالت لي كنت غاده في الطريق قالت تلاقيت مع واحد الانسان قالت لي حاجه وشكون المتتبعه ديالك، قالت كتقرب لك انا ما عرفتش شنو كتعني، قالت بدات كتعاير فيك وكتسبك بما على الكلمه. واخا انا ما داكشي ولكن هي قالت لي بواحد الطريقه، ماشي ديك القضيه اللي قلتي فيا وحتى هي قالت فيا، هي قالت لي بواحد الطريقه اللي فهمتها. قالت لي والله دنيا انا ما خليتها غير اللي نسيت. قالت كنت كون قلتي شي وحده اخرى نقدر نتيقك، ولكن دنيا اللي انا معاشراها واللي معاها هذه ربع سنين بلا يوتيوب، يوتيوب راه غير واحد 20 دقيقه، اللي معاشها دنيا كنمشي عندها وكنعرفها، هذا الشيء كله كذوب. سبحان الله قالت لهم يوتيوب دارت دنيا مسكينه ما خل، وبغيتو مع تحاربوها غير على يوتيوب حيت دارت بغات تخدم على راسها. فالله يهدي لنا خاطرين ونطلبوا الانسان الهدايه، من ادي وحد ما والو، نطلبوا لي غير الهدايه. هنا البنات غنبارطاجي معكم اول حاجه، المهم البنات راه كاين جافيل ها هو هادشي، ما غنطولش الفيديو باش ما يجيش طويل. وهذا البنات كاين ماجي هذا ديال الماعن حتى هو، داكشي غنحطو لكم البنات عشوائي ما مش كيبان، صافي كلشي كيبان. هنا التيت هذا ديال الماعن ديال الحوايج متبداوش عليا. هادي البنات السيد ملي كان دابا كيحط في الكارطونه مسكين دار حطها بجهد، بلاتي حطها بجهد، والقهوة تا هي القهوة كاع طاحت هنايا بلاتي. شوف شغندير ليها هانتوما البنات، حطها بالطاري بجهد وتحلات. الله طاحت ليا هذا غني قليل ملي كتشوف شي حاجة كضيع. طاحت غنديرها ان شاء الله فشي صاشي باش متخسرش. هادي القهوة البنات هنا جات ليا جوج بواكي ديال القهوة صغير صحنة هانتوما. وهنا البنات باكي ديال أتاي كبيرة ديال الهدية، وهادي باكية كبيرة ديال فرمال ديال 96 وحدة هانتي. كنبقى ندوي معاكم بهانتي بمفرد، راه كندوي معاكم البنات كاملين غير قبلوا عليا. هادي البنات السنيدة كاين جوج باكيات ديال السنة ما عرفتش شناهي اخرى. المهم واقيلا حطيتها هنا ولا ما عرفتش هزيتها قضيت بيها ما عرفتش حيت هانتوما البنات. هادي البنات قرعة ديال الزيت، بيدوزة ديال الزيت صغيرة،
بلاتي حتى هنا كنلقى القهوه مشى طايح. وهذا البلاص عاوتاني السكر باكي ديال السكر كبيره كيف العاده القهوه صافي حتى هي لقيت القهوه عاوتاني عاودت لكم تحت ديك الكاكاوات بالجهد وتسمعات الصوت ديالها انا باش ما تضربش الضاير ندير القهوه هاد ونشوف شي حل. وثاني حاجه هنا غنشوف ديال المرتب وهادو هنا راه هما جابهم هو هذه خنيشه ديال الفينو ولا ديال الدقيق هذا الفينو وهذا الدقيق فورس. المهم هادو غنردهم بلاصتهم هنا. وهنا عاوتاني البنات متبعه هذه قرع بيدوزه ديال الزيت زائد هذه صغيره زائد هذا هو السكر واش كيبان لكم ولا لا. هذه البنات الكيلو ديال اتاي ديال 4011 هادو البنات باكيت ديال اتاي هادي البنات عاوتاني باكيت ديال اتاي فيها ثلاثة هادو فيهم البنات بروموسي واقيلا فيهم ثلاثة كيجيو ثلاثة. هادي البنات حك تاع مطيشة ومعطيهم حك تاع سميتو هدا حك تاع مطيشة انا نجيب لكم واحد الحك تاع الفطاح. هادي البنات حك تاع الزبدة سباكيتي ماشي سباكيتي لي بقات انا كنتلف بعض المرات البنات راه غير كنتلف راه فهمتوا غير كنتلف بعد ما نقول لكم كلمه ماشي بحال الاخر. هذه البنات هي لي بقات الثاني هذا الخل وعاوتاني هذا الكسكسو كسكس هذه البنات السكر حتى هي هذا الطون هذا راه كان البنات منه بزاف دابا غير هزاتو اسلام. وهذه البنات لي بات هذه تقطع هذه بعثها في ميكا هذه تاهي غنديرها في ميكا تاهي تحلات. هذه لي بات تا هما فيها بزاف حاجات شنو درتهم. وهذا الكوفيتير وهذا الفرماج باش البنات نرجع معاكم حيت شحال حاجه طاحت ليا من الصاك. المهم البنات راه شفت جبت داكشي نسيتو ها نتوما. هذا البنات كوفيتير تاع هو ديال زكيه كوفيتير وهو نحط لكم ها جوج كيبان لكم ولا لا. زائد البنات هذا الحليب هذا خديت من واحد غير دابا راه غير في هذه النقطه خديت بزاف د الحوايج طرت بهم حتى حاجه ما بقات طرت بكلشي قالت لي بنتي دقيقه هضرتي كلشي. هذا البنات الحليب تا هو صغيورين هكا باش بقاو يقدوني هادو حيت صغار غيجوني ساهلين ها نتوما صغارين. حديت واحد راه باقي كاع ما حليتوش. المهم البنات هذا ما فيه حتى راكم عارفين اني ما كنخزن عليكم حتى شي حاجه فداكشي اللي شتي عقلت عليه طاح راه جبتو باش ما نخزن عليكم حتى شي حاجه. المهم هذه هي الطقه ديال المهم الحمد لله بغات دير ليا البنات قد اسد ليا اكثر من شهر هاد الطقه ديال هادي انا راني والله الا باقي عندي قلت لكم ديك الطقه ديال اللي كنت تقديت قبل ما يموت راجل الله يرحمه السعيد عقلته اللي خديت فيها نيدو واللي خديت فيها بزاف د الحوايج والله الا باقي لحد الساعه كنستعملها والحمد لله. هو هذا الرزيق عاوتاني جاني لما كنتش ناويه الحمد لله يا سيدي ربي. هذا ثاني غيدير لك واحد المده غير الزيت انا البنات ما كنستعملش الزيت بزاف وكنقتصد على الزيت اي حاجه هنايا راه غادي نمشي مع راكم عارفين دابا خصني نمشي كيفاش كيقولوا خصني نمشي على قد جهدي دابا نبقى نمشي بشويه بشويه باش يلاه نقدر البنات نمشي مع الشهير على ما توصل ديك 23 في الشهر هكا الا كتب الله البنات وبقيت نفس المشاهده وداك الدخل ليا شي رزيق باش هكا نلقى باش نعاون راسي وباش نهز بنتي ان شاء الله. انا راه كاينه اللي كنقول لك انا كنقول انا راه صريحه راه هاد الصراحه ديالي راه كاين اللي ما كتعجبوش انا راه هكا كنقول لكم اللي كاين واللي في قلبي ربي اللي عالم به صافي. هذا ما كان ما عرفتش باش نكمل معكم الفيديو ولا لا ما غاديش نكذب عليكم الا كملتو راه غادي تشوفوا ان شاء الله حيت سبحان الله تعصبوا فيديو وليت مصوره فيديو اخر. هنا البنات انا كل حاجه لبلاصتها واخا اختكم دنيا كتعاني من واحد الحاجه دابا انا البنات القضيه الفيران كنخاف على هذا الشيء هذا الشيء دابا وليت كنبكي كنقول المهم حتى هذا الشيء ديالي غيضيع ولكن البنات كل مره كنبقى نقلب كن لا سمعت شي تخرخيشه كنمشي نقلب حتى
ماشي سهله. وسبحان الله البنات بعض المرات ما كتكونيش ناويه الحاجه حتى ربي كيرزقك بها، سبحان الله العظيم. والله بنفسي ما كنت ناويه هذا الشيء كامل، والحمد لله ربي كبير الحمد لله. المهم ان شاء الله هانتم معايا، قدرت نكمل معكم فيديو زعما الا كانت شي حاجه غنكمل معكم، ما كانت غادي ننهي معكم فيديو في هذيك في هذه اللقطه هذه.